وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد غانم المراقب السياسي. إذن دكتور أحمد، بداية وبرأيك إلى أين تتجه الأمور في واشنطن في ضوء التحقيقات الدائرة مع ترامب؟ نعم، شهدت الأيام السابقة تطورات جديدة في قضية ترامب، فكان التركيز دائما في الفترة السابقة كانت على التركيز على العلاقة بين ترامب وبين الروس، أو علاقة التحقيقات الذي كان لها محقق خاص والسيد مولر الذي يحقق في علاقة ترامب بالروس. ولكن في اليومين السابقين ظهر شيء جديد وظهرت علامات جديدة، وهي المشكلة القانونية التي كانت في أثناء تمويل حملة ترامب، المرتبطة بتمويل حملة ترامب من خلال علاقاته بممثلات إباحيات. وبالتالي أخذت ذلك يعني الواجهة وغطت حتى على التحقيقات التي منتظرة أن تصدر إدانة في تعاونه مع الروس. وبالتالي أصبح هناك ليس مجرد تحقيق واحد وليس مسار واحد لعزل ترامب، وإنما أصبح الآن هناك مسارين لعزل ترامب، مما يعني أدى إلى قلق كبير في البيت الأبيض وإلى تغير في الساحة السياسية والقانونية وحتى الكلام عن عزل دونالد ترامب أصبح كلاما حقيقيا وليس مجرد تكهنات قبل ذلك. نعم، ما دلالات إذن برأيك تصريح ترامب حول أسواق المال والفقر وتهديده بالفقر حال عزله؟ نعم، ترامب منذ فترة طويلة يعرف أنه هناك من يسعى لعزله، وبالتالي هو دائما بيسعى لإثارة القاعدة التي تشجعه وهي القاعدة البيضاء المتدينة مسيحيا، وأنه حتى الآن بيعقد اجتماعات شعبية رغم أنه نجح بالانتخابات بالفعل، ولكنه حتى الآن يعقد اجتماعات شعبية في كل أمريكا لأنه يريد أن يظهر للجميع أن هناك شعبية وأن هناك سيحدث حالة من القلق الشعبي لو حدث عزل لترامب. وبالتالي هو لأن عملية عزل ترامب رغم أنها عملية قانونية إلا أن البداية تكون بقرار سياسي من الحزب الديمقراطي، فهو الحزب الديمقراطي يجب أن يأخذ هذا القرار السياسي ويجب أن يذهب إلى الكونغرس ويقدم على طلب عزل ترامب. وبالتالي هو يلعب معهم في هذه المنطقة بداية. نعم، ربما يكون هناك مشاكل قانونية تستدعي عزل ترامب، ولكن طالما أن الحزب الديمقراطي لم يتقدم بطلب لعزل ترامب لن يتم عزل ترامب، وبالتالي هو يريد أن يظهر لأعدائه الديمقراطيون أنكم إذا أردتم أن تعزلوني فإن البلد ستتحول إلى مظاهرات كبرى من أتباعي وأن سيكون هناك مشاكل كبرى في سوق الاقتصاد المالي، وبالتالي أنتم تهدمون البلد، وهي نوع من أنواع الضغط السياسي الذي مارسه الدكتاتوريين العرب مثل مبارك الذي قال أنا أو الفوضى. ولكن السؤال هنا دكتور أحمد، لماذا برأيك في هذا التوقيت بالتحديد يخرج محامي ترامب السابق ويتحدث عن التجاوزات القانونية في حق الرئيس الأمريكي وغير ذلك، لماذا في هذا التوقيت؟ وهل تعتقد بأن هناك جهات ما عالمية في مصلحتها أن يتم عزل ترامب؟ التوقيت هو ليس هناك توقيت، هو من أول يوم انتخاب ترامب كانت هناك كلام وتحقيقات حول المحامي، والذي تفعله السلطات الأمريكية هنا لهم يعني بعض التكتيك، يعني التكتيك اللي بيعمله إن هو بيأتي لواحد مثل ترامب يقول له أنت بين خيار، مثل محامي ترامب يقول له أنت بين خيارين، إما أن تتعاون معنا وتشهد على ترامب وبالتالي هنديك حصانة من العقوبات، أو إن احنا نأتي عليك وتصبر وهو يعني لا تشهد على ترامب وبالتالي سنأتي عليك وسندينك وسيتم سجنك مدى الحياة. فبالتالي هذا ما فعلوه في الفترة السابقة، كانت هناك شهور من المفاوضات مع محامي ترامب، والآن حتى هناك إن اليوم ظهرت أدلة أخرى أن هناك مفاوضات مع الشخص الذي يقود منظمة ترامب الخيرية، أيضا سينضم إلى هؤلاء الناس الذين يحصلون على حصانة في مقابل شهادتهم على ترامب. فهو ليس يعني التوقيت ليس مقصود بعينه لهذه الأيام، وإنما هو حصيلة لجهد ضم يعني تم على مدار شهور طويلة. أشكرك جزيل الشكر المراقب السياسي الدكتور أحمد غانم على هذه المشاركة.